السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا نعرف ان بلاي ستيشن والاكس بوكس كلهم خدمات الاونلاين حقتهم صارت لهم مشاكل الايام اللي راحت حق الكريسماس وكذا، انه في مهكرين قاعدين يحوسون يخربون وهذا الشيء. فالخدمتين الحمد لله رجعوا حاليا، الاكس بوكس شغال طبيعي مع الكل، البلاي ستيشن شغال، لكن في مستخدمين وانا شخصيا كنت منهم امس ما قدرت اشبك اونلاين. فطبعا حطيت تويتر انه اي واحد ما اشبك معي يجي يصف جنبي وكذا. فما شاء الله في مجموعه من الشباب يعني اقترحوا علي طريقة عشان نرجع الخدمة مرة ثانية انها تصير تشتغل من خلال الاعدادات، فيعطيهم العافية كلهم اللي ردوا امس، والطريقة نجحت وقدرت اني العب اونلاين امس وصار كل شيء تمام. فمن خلال هذا الفيديو بشرح الطريقة هذه بشكل سريع بحيث ان الناس اللي ما وصلتهم الطريقة يعني تصير تمر عليهم، يقدرون يشوفونها بالفيديو، ممكن يصير اسهل لهم انهم يقرونها قراية. فساعدونا بنشر هذا الفيديو لان في اكيد كثير مستخدمين مو قادرين يشبكون اونلاين من خلال بلاي ستيشن. اول شيء تسويه انك تدخل على الاعدادات، بعدين تروح للشبكة، بعدين تروح اعدادات الاتصال بالنت او الانترنت، اختر واي فاي، اللي في الغالب انك شابك واي فاي، بعدين اختر مخصص، هنا اختر الشبكة اللي تشبك عليها بالعادة ودخل الباسورد المعتاد، هنا اختر تلقائي، لا تحدد، تلقائي، يدوي، هنا في عندكم رقم هذا اللي هو 1500، لعلنا الحين نغير الرقم هذا حق الام تي يو، بدل ما هو 1500 وش نحطه؟ حطه 1473. انتقل اللي بعده. لا تستخدم، وهذه هي الطريقة كذا اكتملت. المفروض الحين انه يشبك معاك بشكل طبيعي جدا، تقدر ترجع تلعب اذا كانت تعاني من اي مشكلة. الاكس بوكس زي ما قلنا ما صار في اي شيء، من بعد ما رجعت الخدمة اشتغلت طبيعي جدا، لكن البلاي ستيشن بعض الناس يعني صارت لهم بعض المشاكل. فيعطيكم العافية على المتابعة، اذا نجحت معاكم الطريقة خلونا نعرف، انشروا فيديو لانه اكيد في كثيرين يعني ما مشت معاهم، ما قدر يرجع يلعب مرة ثانية بشكل طبيعي. ويعطيكم العافية على المتابعة، كان معكم أحمد بن محفوظ، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.